طبعا مدينة الرقة بعد التحرير أول ما فتت لها يعني مدينة كانت مثل مدينة الشبح، هالدمار هالخراب هالركام، يعني مدينة أحسها ما كانت مدينتي. طبعا بعد التحرير تغيرت حياتي 100 درجة. طبعا صرت أزور أصدقائي وأحبابي، حتى اللي أصدفه مثلا بالشارع ما أعرف أنه عايش ولا ميت. أنا حبيت الموسيقى واختصيت بالموسيقى والفن، حسيت الموسيقى والفن هي قريب من روحي، ودائما أترجم يعني روحيتي وإحساسي من خلال الآلة للناس، أعبر عن شعوري وإحساسي. وطبعا أنا هلأ بالمركز الثقافي عم بعمل دورات للأطفال للكبار، عم نعمل فعاليات ومهرجانات وأمورنا جيدة الحمد لله وألف الحمد لله. طبعاً تحررت مدينة الرقة بهمة أبناء البلد وبهمة قوى سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي، والحمد لله يعني بعد هذا التحرير عشنا أيام جميلة وحلوة ورجعت الحياة الطبيعية وصرنا نعزف ونغني. لو تحبون تسمعون صوت الرقة شو بتقول، فأكيد راح أسمعكم هيك بتقول.